عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الدكتورة صوفيا معاك، ممكن اكلم الدكتورة؟ اهلا بيك. اتفضلي. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور كل سنة وانت طيبة. اولا انت طيبة يا قلبي، تسلمي لي، ميرسي. الله يخليك. بقول لحضرتك شفت حلمين كده خير، ان انا كنت في بيت اهلي، كنت في بيت ابويا يعني المتوفي، فانا واقفة وفاتحة الباب كده نص فاتحة وبكلم فيه ناس جيران، لقيت ابني طالع من على السلم لابس بنطلون اسود. مين ده اللي طالع؟ ابني. ابنك قد ايه يعني؟ كبير في الجامعه. اه ما شاء الله، ربنا يخليك. اسمه ايه طيب؟ نعم اسمه عبد الرحمن، ربنا يحفظه. الله. فلقيته طالع ولابس بنطلون اسود وقميص ابيض، بس القميص ناصع البياض ما شاء الله، ونضيف قوي وشكله حلو قوي. وبعدين لقيته ايه يعني زي ما اكون ايه مليان كده وراضد كده وحلو، صحته حلوه. فانا بقول يا عبد الرحمن ايه الحلاوه بتاعت في بالي يعني. البنطلون اسود ومكوي واسود اللي هو السواد القوي دوت، والقميص ابيض ناصع البياض. بسم الله. فانا واقفه بيقول لي ايه برضه ماما لسه ما كلمتيش حد على الورق بتاعي. قلت له يا حبيبي ما تقلقش والله ان شاء الله. هو كان عايز يدخل جامعه معينه وغير ولا حاجه؟ فانا بقول له خلاص يا حبيبي والله ما تقلقش ان شاء الله ربنا هيكرم وهجيب لك الورق يا ان شاء الله. وصحيت على كده. هقول لك على حاجه، هو مبدئيا هو خيره في الجامعه دي لان هو شايفاه بالجمال ده وشكله، والقميص اصلا بشرى، لان طبعا سيدنا يعقوب لما القي عليه قميص يوسف فكانت بشرى له. فهو الفرحه والسعاده والزياده في مكانك ده، ما تحاولش يعني. بص في ناس دايما تدور على يعني، بص يجي لك الخير كده فانت مش شايفه، تروح تدور بقى على حته تانية لعل يعني في الشر اللي انت بتدور عليه ده، او في يكمن الخير او العكس. تمام. فحاول ان انت ترضى بما قسم الله لك، لان ده خيرك وسعادتك. حته اللي هي بتساله بقى بتقول له ايه، بتقول له او بيقول لها انت يا ماما ما شفتليش ورقي او كده، ده من النفس لانها هي نفسها تحقق له امنيته. لكن صعود السلالم دي درجات في حياته وعلو. ما شاء الله، خليه اقعد حركي مكانه.